في عام 2014 أصيبت أسماء أبو طير من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إصابة حولت حياتها رأسا على عقب لتصبح من الأشخاص ذوي الإعاقة. أغلقت الأبواب أمامها لتحاول بدء حياتها مجددا عبر مشروع إنتاجي صغير. أكيد هذا المشروع بيعني للواحد كثير، إنه يكون باب مصدر دخل له، وإنه يكون تحدي سواء لصحته أو لنظرة المجتمع اللي تنظر للشخص إنه عاجز أو إنه أصبح من شخص ذوي إعاقة مش منتج. لكن إحنا بدنا نبين للمجتمع إنه نظرتهم للشخص ذوي الإعاقة هي نظرة خاطئة. قصة نجاح شكلتها إرادة التحدي لدى كثير من الجرحى الذين حاول الاحتلال الإسرائيلي قتل عزيمتهم وإرادتهم. تكمن أهمية إعادة تأهيل جرحى الحرب في الإسراع في دمجهم مجتمعيا، عملية تتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية. في برنامج إرادة تخرج أكثر من 1000 جريح من جرح الحرب. يقول القائمون على البرنامج إنه يهدف لتأهيلهم مهنيا وتطويرهم وصولا إلى دمجهم في سوق العمل. لدينا في مركز إرادة 15 برنامج، كلها برامج مهنية في الخياطة، في صيانة الجوالات، في صيانة الأجهزة الكهربائية، في النجارة والألمنيوم، في الطاقة الشمسية، ويعني مشاريع كلها يعني جاءت بعد دراسات حسب احتياجات سوق العمل. خلفت الحروب الإسرائيلية على غزة آلاف المصابين بإعاقات دائمة، سياسة تهدف بالدرجة الأولى إلى مضاعفة المعاناة على الفلسطينيين. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة. ومعنا من غزة عبد القادر زقوط، أحد المستفيدين من هذه المبادرة، مبادرة إرادة. نرحب بك عبد القادر معنا في هذا الصباح. صباح الخير. أهلا وسهلا بك. يعني وأنت أحد المستفيدين، ربما نبدأ السؤال، كيف بدأت هذه المبادرة معك، أو قصة هذه المبادرة معك أنت بالتحديد، وما هو ربما مما تعاني بالأساس، ما هي المشكلة التي تعاني منها بداية؟ بداية أنا تم إصابتي بطلق متفجر في القدم في الساق، جلست تقريبا يعني في المستشفيات فترة طويلة وأنا بين عمليات وبلاتين. طبعا العزيمة قلت، الحركة قلت، الاحتياجات الخاصة اللي صارت كمان كبيرة، عملت لي يعني إعاقة كبيرة كتير في حياتي. طبعا تم التحاقي لمشروع إرادة لتنمية القدرات عندي. أنا كنت قبل أشتغل في السوق وأتحرك وأطلع دخلي الخاص، بعد الإصابة تعطلت بشكل تام. أجا مشروع إرادة كإشي مقوي اللي يقوي عزيمت أكثر وأكثر. التحقت لمشروع إرادة، ففعلا إرادة إرادة والله. اكتسبت مهارات جديدة في العمل، التحقت لسوق العمل من أول وجديد وبشكل أقوى من قبل. ماذا كنت اكتسبت مهارات كفني تبريد وتكييف. كنت أعمل في مجال الكهرباء، تمديد المنازل. طيب ما الذي تغير الآن بعد من التحاقك أكثر بمشروع إرادة؟ بالنسبة لك على الصعيدين النفسي والاجتماعي وعلاقتك مع عائلتك، مع المحيط حولك، ما الذي تغير؟ تغير كثير كثير أشياء. يعني طبعا على الصعيد الشخصي الحين التحقت لسوق العمل بشكل أكبر ومجال أوسع. كنت أعمل قبل في مجال الكهرباء تمديد المنازل، الآن أنا أعمل في مجال الكهرباء وتمديد المنازل وتركيب المكيفات وصيانتها وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية. طبعا الدخل عندي صار باستطاع أن أدبر أموري بنفسي، يعني حسب التحقي في سوق العمل الآن أنا أعمل ومعي فريق من العمل خاص بي. قبل كنت أعمل أنا عامل، الآن أنا صاحب عمل. ألتحق أطلع للسوق أقوم بترتيب أموري بنفسي.
على الصعيد الشخصي طبعا هذا. الآن علاقتي في المنزل عادية جدا، بالكاد يعني إنه في حالة إصابتي كنت دائما متعصب، دائما شعور غريب بسبب الإعاقة اللي كنت فيها. الآن طبعا يعني السعادة الحمد لله تغمرني طبعا بفضل الله وبفضل مشروع إرادة. يعني بفضل إرادتك كمان يا عبد القادر، لكن السؤال هنا يتعلق بكيف جسرت ربما يعني مبادرة إرادة هذه المسألة. يعني لندخل إلى تفصيل دور هذه المبادرة في استعادتك لإرادتك أولا، وفي استعادتك لسوق العمل وعودتك لسوق العمل. ما الذي فعلته هذه المبادرة معك بالتحديد؟ هذه المبادرة طبعا اكتسبت مهارات ومعرفة جديدة تساعدني للالتحاق بسوق العمل، كبرامج خاصة بالتدريب المهني، كبرامج خاصة بالالتحاق لسوق العمل، كيف أني أثبت نفسي للناس أنه أنا مش مصاب، أنه أنا الإعاقة يعني الحركية اللي صارت عندي هذه مش سبب كبير تكون لإعاقة أني خلص أصير إنسان خامل أو أني إنسان ضعيف. طبعا أعطتني عزيمة كبيرة أنه أنا أتلاشى أنه أنا مصاب أو أتلاشى أنه أنا جريح وبدي الناس تخدمني، بديش أخدم نفسي. طبعا أدتني إرادة أنه أنا أكون أقوى وأصلب وأن أقدر أقف أنا أشيل نفسي بنفسي. طيب عبد القادر، بالنسبة للذين يسمعونك الآن والمصابون بإعاقات جسدية نتيجة طبعا الحروب الإسرائيلية المستمرة على الضفة الغربية وغزة، ماذا تقول لهم للالتحاق بمبادرات إرادة؟ أعطينا الخطوات المطلوبة للالتحاق بهذه المبادرة. طبعا التوجه إلى مركز إرادة، تقديم الأوراق الخاصة التي تثبت أنه جريح حرب أو جريح نزاع إسرائيلي على قطاع غزة أو على الضفة الغربية، التقدم لاختيار المهنة المطلوبة لتدربها. طبعا كل شخص حسب اللي هو الإعاقة أو الإصابة اللي تعرض إلها. طبعا كل شخص له إصابة، مثلا في تصابوا في إيدهم، في تصاب في رجله، في تصاب بالحوض، في إصابات في الصدر. طبعا لازم يختار المهنة اللي هو يقدر يبدع فيها حسب إيش حركته، سهولة حركته اللي تناسبه اللي ما يتعبش معها في المستقبل. طبعا في 15 تدريب مهني مفتوح تقدر تلتحق فيه كجريح، تقدر تنمي قدراتك فيها، بتقدر تلتحق لسوق العمل، انك انت انسان مش ضعيف، انت انسان قوي، بس بدك اللي يوجهك لهذا الشيء. طبعا الالتحاق لمشروع إرادة شيء مناسب وممتاز جدا لكل الجرحى. طبعا بتقدر تفتح لحالك باب عمل خاص بيك نفسك، تعيش شعورك انك انت انسان مش ضعيف، انت انسان قوي باستطاعتك الاعتماد على نفسك، ما تسمع من اللي حواليك انت خلص اتصابت يعني انت بدك ناس تخدمك، انت لازم حد يشيلك، لازم يقعدك، حد يطلعك، لا انت قوي بعزيمتك، انت لما تقول بدي اقوم بدي اعمل بتعمل، اما انه خلص انا تعال اعملوا لي ساعدوني، هذا الشيء يعني مؤسف جدا، بتوضع يعني بتخليك تحت خطوط انت انسان ضعيف. يعني عبد القادر يمكن القول انه يعني طبعا هيكون المهارات التي اكتسبتها حتى على المستوى العملي في مجال عملك يعني ككهربائي، المهارات التي اكتسبتها من خلال هذه المبادره هي افضل بكثير من تلك التي كنت تمتلكها قبل المبادره. يعني تعلمت الكثير من المعرفه في علوم هذه المهنه. طبعا طبعا اكيد طبعا. الان في السابق يعني كنت شخص يعني اذهب الى العمل كفني عامل باختصار، الان انا صنايعي صاحب مهنه، يعني ينادوني بالمهندس لاني ابدعت في مجالي. يعني المعرفه الجديده والخبره الجديده اللي اكتسبتها في تعليم إرادة يعني هيأتني للسوق بشكل قوي جدا، يعني اكتسبت معرفة أنا ما كنت أعرفها قبل هيك. مثلا يعني في تمديد المنازل بنمدد المنازل خلاص معروف أنه نقطة مفاتيح أبريز
علبة تجميع، إنارة، ضوء سقف، إسبوت. لكن بعد مشروع إرادة مثلا الآن باستطاع أن أمدد لأي شيء كهرب، كان مجال منازل، في مجال مؤسسات، في مجال عيادات طبية، كل شيء يختلف عن الآخر في توزيع الكهرباء. طبعا بنقيس الأحمال، طب قبل احنا كنا نمد الكابل نمد هذا ما نعرفش ايش الحمل اللي احنا شايلينه، او ما القوة المطلوبة للأمان او الكهرباء المطلوب مثلا. يعني الآن باستطاعتي اني أسس هذا المنزل واحسب للراجل ايش قدرته في تشغيل الكهرباء وما القيمة المطلوبة من الكهرباء اللي يقدر يستخدمها بشكل صحيح. يعني معرفة فاقت كل شيء بالنسبة لي عن السابق، تغير من تطوير 5% المهارات، الدعم النفسي. يعني تحدثت عن جملة من العوامل، على شيء بسيط. شكرا، شكرا جزيلا لك عبد القادر، عبد القادر احد المستفيدين من مبادرة إرادة. شكرا جزيلا لك، ونهنئك على هذه الروح المعنوية، ومبارك لك هذه النتائج. شكرا جزيلا.